زي مثلا يا شباب لو جينا كده بصينا على الديسك توب عندي، انا سايب دايما برنامج سبيسي اهو. البرنامج ده مثلا كده لما بيشتغل بيقول لي الاوبريتنج سيستم بتاعك، وبيقول لي السي بي يو بتاعتك درجه حرارتها 42 اهو، طول ما هي في الشكل البرتقاني يعني كل ما تسخن بتطلع للاحمر، وبيقول لك ان انت عندك الاقراص الصلبه درجه حرارتها كام دلوقتي. فانت ممكن بتبقى متابع اخبار المكونات الماديه بتاعتك من خلال زي ما حضراتكم شايفين برنامج زي برنامج اس بي سي. بعد كده طبعا في بعض الكيسات اللي هي مثلا بيبقى فيها السنسورز من قدام كده في الكيسه من جنب زرار التشغيل، بيقول لك درجه حراره المعالج كام، درجه حراره الكيسه كام، ودرجه حراره المكونات الداخليه كام، ومتوسط درجه الحراره بتاع الجهاز كله كام. فمن خلال برضو السنسور دي انت ممكن تعرف درجه حراره كارت الشاشه ودرجه حراره المعالج ودرجه حراره الكيسه كلها. رقم 8 استخدام الخيارات الموجوده في البايوس. طيب دي بقى مهمه جدا، الخيارات الموجوده في البايوس دي. لو جينا كده كتبنا مثلا خيارات البايوس الخاصه بدرجه الحراره، فطبعا لو كتبت بالانجلش بيدي لك احسن يعني، بس هنبص كده برضو بالعربي الناس شرح اهو. استخدام الخيارات المتوفره في بعض اللوحات الام في بعض شرائح البايوس، البرنامج بتاعه بقى فيه خيارات خاصه بدرجه الحراره زي خيار السمارت فان. الخيار ده بيعمل ايه؟ بيخلي المروحه بتاع الكمبيوتر بتشتغل بشكل ذكي. يعني ايه؟ لو درجه الحراره مرتفعه يدي لها كهرباء زياده فتدور بشكل اسرع فتبرد الكيسه بشكل افضل. طيب لو الجهاز في الشتاء ومفيش سخونه فيسيب الكيسه شغاله بشكل يكون يعني بتشتغل، ممكن تكون ممكن تقف خالص على فكره، ممكن تلاقيها واقفه خالص، فهي بتشتغل حسب درجه الحراره. زي لو جينا كده بصينا هنا بيقول لك ايه؟ سمارت فان كنترول، التحكم الذكي في المروحه انيبل، يبقى انا كده مفعل ايه؟ خيار المروحه الذكيه. هو بيقول لي هنا السيستم تمبريتشر، سيبك بقى واقفل دي كمان مش هنجيب اي صور. لو جيت هنا السيستم تمبريتشر قال لك 37 درجه، وهنا السي بي يو درجه حراره المعالج كانت كذا، والسيستم فان سبيد سرعه اهي درجه الحراره سرعه دوران المروحه بتاع الكيسه، وهنا سرعه دوران المروحه بتاع مين؟ بتاع البروسيسور. ده بقى التحكم الذكي بيخليك الاثنين دول ايه؟ تشوفهم ويزيد هنا الدوران 2500 دي اعتقد انها عاليه شويه. وفي كمان هنا امر ثاني اسمه شوت داون تمبريتشر، امتى اغلق الجهاز؟ الشوت داون تمبريتشر قال له هنا هيدوس انتر فبيطلع لك قايمه بيقول له لو درجه حراره الجهاز وصلت ل 70 درجه سليسيوس او 158 درجه فرنهايت اعمل شوت داون للجهاز بشكل مباشر. يبقى الخيارات زي السمارت فان وخيارات اغلاق الكمبيوتر اللي هو الشوت داون تمبريتشر لما ترتفع درجه حراره الجهاز علشان تحافظ عليه ما حصلتش فيه اي مشكله. ده الخيار رقم 2. وفي كمان خيار اسمه اللي انا لسه قايل لك عليه، مش قلت لك من الاعراض انك تسمع ان الجهاز عمال يصدر لك صوت صفاره طويله باستمرار تيت تيت، ده كده اسمه ايه؟ اللي هو الانذار بتاع درجه الحراره. انت هنا قلت له ايه؟ هنا في البايوس ده كان بيقول لك اطفي الجهاز بشكل مباشر، في الجهاز ده في اوبشن زياده بيقول له لما درجه الحراره ترتفع اديني انذار الاول اللي انا لسه قايل لك عليه الصوت ده كده. فبيرد اعطي لك انذار قد يكون مكتوب وغالبا بيكون صوت صفاره طويله، وبختار لما يوصل درجه حراره الجهاز لكام اديك الصفاره او الانذار، انما هنا كنت بقول له ان الشوت داون تمبريتشر اغلق الجهاز مره. يبقى ده برضو اسمه خيار ايه؟ اللي هو الانذار عند ارتفاع درجه الحراره قبل الاغلاق. طبعا الشاشات دي بتختلف من جهاز للتاني، يعني مثلا بتلاقي هنا الكيسه دي البايوس بتاعها مختلف، هنا الورنينج تمبريتشر اهو، وهنا لو هنا بقى كده ايه؟ لو مروحه البروسيسور وقفت عن العمل قول له برضو اديني انذار، ولو اي مروحه من مراوح النظام الاثنين اللي هم في الكيسه وقفت عن العمل اديني انذار. وهنا طبعا يعني كل هنا خيارات اكتر في البايوس، وهنا السي بي يو سمارت فان كنترول والباور فان، لو برضو مروحه الباور خاصه بالباور سبلاي حصل فيها مشكله، يعني الخيارات هنا طبعا للتحكم في المراوح ودرجات الحراره اكتر بكتير جدا جدا جدا. وقد تجد بعض هذه الخيارات وقد لا تجد بعضها. بعد كده لما نيجي نستخدم جهاز اللابتوب بيستخدمه على سطح مستوي خشب او معدن او زجاج، او استخدمه على المبرد اللي لسه جايب لك صورته من شويه. طيب لما احط بقى اللابتوب دي مشكله بتقابلني كمان مع الاطباء الدكاتره الاطباء اصدقائنا كتير جدا،
يكون مسافر او بيروح العياده ويجي من العياده وينسى اللابتوب شغال ويقفله، فاللابتوب ما بيتقفلش، اللابتوب بيبقى فيه كهرباء في المذر بورد لانه بيبقى على وضع سليب. وبالتالي انت لو سمحت لما تكون هتحط اللابتوب جوه شنطه او شنطه الظهر بتاعتك يا طالب، وانت داير تتنطط يمين وشمال وتطلع وتنزل والسلالم وكذا، ابقى اعمل له شوت داون، ما تقفلوش من الشاشه علشان بيبقى فيه برضو كهرباء من البطاريه في المذر بورد، فده طبعا ممكن يسبب لك السخونه ويسبب لك مشكله، فلو سمحت بقى اعمل له شوت داون. طبعا البرامج دي احنا درسناها وموجوده على القناه بتاعتنا على اليوتيوب وتناولناها بالشرح، ممكن ترجع ده اسم الفيديو بتاع برنامج سبيسي، وده برنامج اسمه سبيد فان برضو، بيتحكم لك في درجه الحراره وبيدي لك كل التفاصيل الخاصه بدرجه حراره الكورس الصلب الاول والثاني والجي بي يو اللي هو كارت الشاشه، وهنا درجات الكور اللي هو كور 01 اللي هو خاصه بالمعالج، وبيدي لك تفاصيل كتيره جدا جدا. وهنا لو عندك مشكله في درجه الحراره بيجيب لك برضو انذار وبيجيب لك رمز بجوارها بالشكل ده. وفي برضو برنامج تاني اسمه اتش دبليو مونيتور، زي البرنامجين السابقين دايما بيديك مواصفات الجهاز بتاعتك ايه، وبيدي لك الخيارات الخاصه بان انت تتحكم في درجات الحراره بتاع المكونات. التمبريتشر اهي، ده البروسيسور كور الاول والكور الثاني، يبقى ده 2 كور بس، وهكذا. وبكده يا شباب بنكون خلصنا الجزء الاول اللي هو خاص بايه، بالحراره. بعد كده عندنا كام مشكله برضو بسيط جدا، مشكله انخفاض الجهد الكهربائي. من المعروف ان الباور سبلاي اللي احنا بنستخدمه او الشاحن بتاعك بياخد التيار اللي هو الاي سي اللي هو التيار المتردد ويحوله لتيار ثابت مستمر ناعم لا يتغير حتى مثقال هفوه. والتيار المتردد اللي في البيت اللي انا شغال عليه دلوقتي وانا بكلمكم يزيد وايه وينقص، مظبوط جدا جدا. وبالتالي انت محتاج ان الباور سبلاي ده يديك التيار ده ثابت ويقدر يتعامل مع التيار المتردد. ولو جينا كده بصينا على اي باور سبلاي بتلاقي يقول لك الانبوت بتاعك بيكون انا بقدر اتعامل مع التيار المتردد لما يقل ل 115 فولت، ولو زاد ل 230 فولت بقدر اتعامل معاه، يبقى ده الانبوت. انما الخارج عندي هو رقم ثابت، موجب 5 فولت وموجب 12 فولت سالب 5 فولت ناقص 12 فولت زائد 3 و3 و5. لو انت مهتم قوي بالحاجات دي انت ممكن ترجع لكتاب اللي هو احنا سميناه افهم حاسوبك، ده اللي هو اخر اصدار اهو، وده الغلاف بتاعه النهائي اهو، واللي منشور لدى دار السحاب. انا شرحت فيه في الفصل الثاني الجزء الخاص بالباور سبلاي بكفاءه، وشرحنا يعني ايه التيار المتردد وازاي الباور سبلاي بيتعامل معاه، وشرحنا يعني ايه الجهود اللي خارجه والوان كل سلك من السلوك، وازاي لو حصلت مشكله برضو نقدر نتغلب عليها. يبقى اذا التيار المتردد اللي بيدخل للجهاز كل باور سبلاي، طب لو الباور سبلاي اقوى يقول لك انا اقدر اتعامل مع التيار المتردد لما يقل لحد 100 فولت ولما يزيد لحد 250 فولت. يبقى اذا طيب ماذا يحدث اذا انخفض الجهد عن 115 بقى 114؟ ما يقدرش الباور سبلاي يتعامل معاه، الجهاز يعمل ريستارت فورا او شوت داون. طيب ولو زاد عن ال 230 فولت، في دوائر حمايه جوه الباور سبلاي برضو شرحناها في كتاب افهم حاسوبك، فممكن عندك حالتين، لو الجهاز فيه الباور سبلاي فيه دوائر الحمايه هيعمل شوت داون مباشره، ولو ما فيهوش ممكن لا قدر الله يقابل لك ماس او حرق للمذر بورد او الباور سبلاي. فانخفاض وزياده الجهد الكهربائي مؤثر جدا وليه علاقه بالباور سبلاي. طيب انا اعمل ايه؟ شوف هنا مثلا الباور سبلاي ده 115 ل 230، شوف هنا الباور سبلاي هنا الاي سي بتاعه برضو بيبقى مكتوب عليه من 115 ل 230، وهنا الدي سي اللي خارج منه، هنا باور سبلاي بيتعامل من 100 اهو، ده بقى قوي من 100 فولت ل 240 فولت وقدرته 550 واط، واخد شهاده 80 بلس اهي تقريبا الذهبيه. يبقى كده كل باور سبلاي غالبا بتلاقي مكتوب عليه امكانيه التعامل مع التيار المتردد. التيار المتردد ده اللي جاي لك من البيت، التيار الثابت ده اللي داخل المكونات. انا ما عنديش مشكله في التيار الثابت لان لازم كل مكون ياخد تياره بدقه والا مش هيشتغل. طيب يبقى المشكله جايه لي فين؟ في الاي سي اللي هو التيار المتردد اللي داخل للباور سبلاي. لو انت ساكن في قريه وعندك مشكله في الباور سبلاي فانت على طول هتتعرض لهذه المشكله. اسبابها ايه؟ ضعف الكهرباء في الحي السكني، او ان الدوله يكون فيها مشكله في الكهرباء زي ما حصلت في وقت من الاوقات. لو الباور سبلاي بتاعك سيء، ما انت لسه شايف دلوقتي موري لك باور سبلاي بيشتغل من 115 ل 230 وباور سبلاي قوي بيشتغل من 100 ل 240،
يبقى باور سبلاي سيء، مش هيقدر يتعامل مع التيار المتردد بشكل كويس. رقم 3، مستخدم الحاسب هو السبب في ذلك ازاي؟ ان انت، انا مثلا العصر هيأذن دلوقتي وانا بديكم محاضره، هنزل اصلي، طب انا اطلع استخدم الجهاز مره تانية، مش كل شويه تعمل شت داون للجهاز وتطفيه، فبروح جاي انا عندي مثلا كارت شاشه موجود اهو داخل الكيسه بتاعتي، بروح جاي مشغل اي قناه، وغالبا بجيب قناه مثلا، بوريكم افكار عمليه للموضوع، بجيب قناه مثلا السعوديه قران كده اهو، علشان الشاشه ما يحصلهاش اي مشكله، المفروض تظهر قدامكم دلوقتي، واروح جاي ايه مكبرها كده مثلا، دي السنه ودي بتاع مثلا القران اهو، واروح جاي ايه عامل زرار في المشترك لاغلاق الشاشه، ما انا مش عايز الشاشه تفضل شغاله، فبروح جاي قافل الشاشه، اروح اصلي، اقعد مع اصحابي تحت الساره معاهم، اشتري حاجه، القران بيكون شغال في الوقت ده زي ما انتم شايفين، حتى بركه للجهاز وبركه للبيت. وبعد كده بروح جاي طالع جايب البروك دي في بي وكارت الدش ده، وعندي كل القنوات اهي، اروح جاي قافله وابدا استخدم الجهاز بتاعي بشكل طبيعي جدا. يبقى انت بعد اذنك لو كنت بتستخدم الجهاز بشكل دائم وهتصلي هتنزل تشتري حاجه، مش كل شويه تطفي الجهاز وتشغله، وعايزك تبحث عن الموضوع ده، الافضل اسيب الجهاز شغال ولا في وقت وجيز كل شويه اطفي الجهاز اعمله شت داون واشغله مره تانية. اعراض المشكله ان هو ريبوتنج اتسيلف، الريستارت الدائم من تلقاء نفسه للجهاز، زي ما قلت لك اذا انخفض الجهد الكهربائي او زاد في التيار المتردد على طول هيعمل لك ريستارت، لو في دوائر حمايه مفيش ممكن تحصل لك مشكله. شاشه الموت الزرقاء اتكلمنا عنها في الغبار، اتكلمنا عنها في الحراره. معانا ممكن يجي لك سؤال يقول لك من اسباب شاشه الموت الزرقاء، اختار بقى اختيارات ويجيب لك كذا حاجه ويقول لك كل ده صح ولا جزء منه. اتغلب عليها ازاي؟ مزود طاقه يكون قوي. يا ريت ترجع لكتاب افهم حاسوبك، احنا حدثناه وشرحنا في موضوع الباور سبلاي ده بتوسع كبير جدا، وضفنا فصل في الاخر عن اللابتوب، وعملنا كل ما يتعلق بدليل شراء اللابتوب في الكتاب اللي نشر فضل 2021. رقم 2، ان انت لو انت مثلا عندك خط كهرباء، خطوط كهرباء، زي مثلا الناس اللي بتشغل تكييف، يقول لك لو سمحت بتبقى لما تيجي توصل تكييف بيجيب خط كهرباء على طول مباشر لاجهزه التكييف، وما بيوصلش معاه اي اجهزه تانية، فانت ما تروحش تجيب مشترك كهرباء والخط اللي واصل عليه التكييف، لانه بيستهلك طاقه كهربائيه عاليه، وتوصل المشترك بتاع تشغيل اللابتوب او تشغيل الجهاز على التكييف. ماشي شباب؟ بعد كده خبراء الحاسب بيقول لك انصح تسيب بترك الحاسب يعمل على طوال الوقت وعدم اغلاقه، اللي هي المشكله اللي كنت بقول لك عليها، لان الجهاز عند تشغيله يسحب من الطاقه من 4 إلى 6 أضعاف ما يحتاج من الطاقه بعد التشغيل، ولهذا قد تكون هذه الطاقه الشديده سببا في ارهاق الاذى به، اللي هي الجزئيه اللي كنت بقول لك عليه، لو رايح للصلاه، رايح تشتري حاجه وهتكمل العمل، سيب الجهاز شغال ما تقفلوش، وشغل ملف قران، او نبقى نسجل لك كده من على قناه السعوديه قران شويه الحاجات اللي قلتهم لك دول، وسيبهم شغالين عندك كملف فيديو. في منظم للتيار اسمه ستابلايزر، وبنلاقيه دايما في معامل الحاسب الالي كمان، بياخد التيار المتردد ويدي للكمبيوتر، انت بتوصله بالتيار المتردد وتركب الكمبيوتر في الفيشه دي، بيدي له 220 فولت ثابتين، ومنظم التيار ده من الحلول السحريه للتغلب على مشاكل الكهرباء. المشكله رقم 4، مشكله التفرغ الكهروستاتيكي او الكهرباء الساكنه. انا تعبت من الشرح، نكتفي بهذا القدر، وهنعمل محاضره ثانيه خلال هذا الاسبوع نبقى نشرح فيها الجزء ده. لو حد عنده اسئله ممكن يفتح المايك و